لا تزال قضية مباراة الجزائر والكاميرون تطرح في العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها أكبرها كروية في العالم، وهذا بعد الغموض الكبير في قضية التظلم من الجزائر ضد الحكم باكاري قاسمة. وهذه المرة الصحفي فؤاد اسماعيل وخلال مؤتمر بمقر الفيفا بحضور رئيس الفيفا وأعضائها، أحرج رئيس الحكام لدى الفيفا الإيطالي كولينا، والذي كان المسؤول الأول عن مراجعة ملف الجزائر، وهذا بعدما سأله عن موضوع التحكيم بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون ومسألة استخدام تقنية الفار. لكن كولينا رفض الرد على هذا السؤال وقال له أن الاجتماع غير مخصص لهذه القضية. وقال فؤاد اسماعيل أن التهرب من هذا السؤال هو تهرب واضح وفاضح من المسؤولين ومن كولينا. وختم كلامه في الأخير أن هذا الملف من يوم لآخر يتبين أن الجزائر تعرضت لمؤامرة كبيرة والجميع ساهم فيها. وفي الأخير عزيزي المشاهد، شاركنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد.